يصادف 14 من مارس ذكرى اليوم العالمي للكلى، ويقدر عدد المصابين بهذا الداء ب 850 مليون شخص عبر العالم. وفي موريتانيا خلد تجمع الجمعيات الداعمة لمرضى الفشل الكلوي هذه الذكرى بتنظيم نشاط توعوي في العاصمة نواكشوط لتسليط الضوء على واقع المصابين بهذا الداء والتحديات التي تواجههم. جيت أمثل معالي وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لحضور هذا الحفل الخاص بتخليد اليوم العالمي لمرضى الفشل الكلوي والمنظم من طرف تكتل داعمي مرضى الفشل الكلوي، وبارك لهم هذا النشاط. أتمنى لهم التوفيق وأتمنى مزيدا من تنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال علاج مرضى الفشل الكلوي، وذكروا بحجم الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في العشرية الأخيرة فيما يتعلق بتوفير تصفية مرضى الكلى على عموم التراب الوطني، وكذلك أيضا استحموا وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بتكلفة عمليات التصفية ومساعدة مرضى الفشل الكلوي. نعتقد بأننا في وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة نمد الأيدي لمختلف الفاعلين في هذا المجال. هذا وقد دعت رئيسات بعض الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني لتقديم المساعدة للمصابين بداء الفشل الكلوي، متحدثات في تصريحات لقناة المرابطون عن بعض أوجه معاناة المصابين. طالبين الخيرين كاملين على ران عدلنا لهم تصريح بمعاناة مرضى الفشل الكلوي، مشاكل اللي يعانوا منه انهم مرضى فقراء، ما كلها رب أسرة والله ربة أسرة ما عندها شيء متحامي هالمرض والفقر والفحوص الواعرين والأدوية الواعرين وعيشتها وحياتها متعلقة بالخيرين، وطالبين الدولة من المنبر انها تزيدوا من مكان التصفية. هذه شريحة من المواطنين وفاصلين ولا افصل منهم في حد، وعندنا نحن جمعيات خيرية يا غير بلا تمويل من الداخل ولا الخارج ولا عندنا مو ايادي المتبرعين، طالبين من المنبر انهم يساعدوا هذا التجمع اللي قالوا تجمع نادي تجمع نادي مرضى الفشل الكلوي، طالبين منهم انهم يتبرعون له وتوف. معنا في الاستديو محمد الطالب الامين عضو تجمع الجمعيات الداعمه لمرضى الفشل الكلوي، اهلا وسهلا. مرحبا. أنا في البدايه، ما ابرز التحديات التي تواجه المصابين بداء الفشل الكلوي في موريتانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. اولا شاكرين قناه المرابطون على هذه السانحه اللي من خلالها لاهين نجاوب على اسئلتكم ولاهين نعطوا بعض المعلومات حول واقع ومعاناه مرضى الفشل الكلوي. طبعا احنا كجمعيات متخصصه في هذا المجال ارتئينا من الليل والسنه عن نعدلوا اتحاد اياك نعود واش، لان احنا هاي المشاكل المطروحه كامله ما هو كل جمعيه قد تحلها وحده، وبالتالي حاولنا عن نعدلوا اطار قانوني يجمعنا. طبعا المشاكل اللي مطروحه المرضى الفشل الكلوي ياسره، وللاسف غالبيه الشعب ما هو حاس بها. طبعا هذو المرضى وضعيتهم صعبه، اولا هم يعانوا من مرض من اكثر الامراض واخطرها ومدى الحياه، ما هو قاع لا المرض بحد ذاته مخلفاته. اولا هذه الامراض الاخرى عند القاش قاع مريض وعند الفراشة عمل الدواء، هذو الناس عندهم حصص تصفيه، معناها الواحد يمضي 4 ساعات على ماكينه تصفيه 3 ايام الاسبوع مدى الحياه. طبعا هذا واحد ما هو به اللي بالسابق من اللي يجي للتصفيه سابقها مرحله طويله من النقل ومن الفحوصات ومن الادويه ومن التلفزات ومن عمليات فيستي اللي هي الناسور اللي من خلالها قد يقوم بعمليه التصفيه. طبعا لاهين عدوا هون واقعين نقولوا عن فم جانب فعلا عدلته الدوله وتوفر هذا المكان، قال هذا في حد ذاته ما هو كافي. هذول المرضى محتاجين اللي نخرصوا اخر احصائيات تظهر عن نواكشوط وحده لا يعود فيه 1300 مريض. وخارقه 50 والله 60 اللي تعود متفرقه في الداخل اطار كيف نواذبه كلهم حسب نسبه 15 10 تفاوت بينها. هذول المرضى طبعا يلا الناس كامله تسلط عليهم الضوء ويلا تعرف معاناتهم الحقيقيه. ما هي ابرز الاحتياجات التي اولا هم الاحتياجات ياسر، يعني قال من الحالات حاله الملحه هي اجهزه تصفيه. عمليه التصفيه اياك تتم العمليه فعليا لابد لها من اجهزه تربط بين المريض وماكينه التصفيه اللي هي الكلى الاصطناعيه. هذه الاجهزه فيها نوعين، فيها الكاتي ينقال له كاتي جيجلير وفيها كاتي تيلينيزي. عاده يعود المريض ما هو قاعد يصفي بكاتي العادي لابد له من كاتي تيلينيزي، وهذا للاسف المستشفيات والاداره ما توفره، وبالتالي هذا هو بلدنا يلجا المريض للجمعيات الخيريه. وهذه الاجهزه فيهم شيء يلحق 150 الف.
مسألة أخرى هي الفحوصات اللي نوعية اللي ما هي كملاحظة للتوضيح، المريض مرضى الفشل الكلوي فيه نوعين، مريض متكفل به صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والله مريض متكفل به الشؤون الاجتماعية، يقارن لا الأمور اللي موجودة في الطب. مثلا الفحص نكتب له ما هو في الطب الكبير اللي عاد يصفي في الطب الكبير ولا هو في زايد، لا بد له ان يعدلوا في مختبر خاص والله في مستوى مركز الانكولوجيا، ودائما هذه الفحوصات تتراوح ما بين 70,000 و35,000، وهذه فحوصات غاليه ومتكرره وحكما روتينيه يعدلوها المرضى، وبالتالي هذا بالمنين عاده هو في حاجه الجمعيات، واذا هو بالمنين قدينا احنا نساعد. طبعا بين قوسين احنا ما نقدر نساعد. طبيعه الخدمات التي تقدم الان للمصابين بهذا الدم على مستوى طرف الجهات الرسميه؟ طبعا طرف الجهات الرسميه، المريض في المستشفى عنده اللي قالوا الحصه التصفيه مجانا، فعلا فعلا هذا عامل ايجابي عن المريض، مثلا كان في النعمه والله كان في بلاصه اخرى كان ملزم يعد في نواكشوط اياك يحضر التصفيه عاد درك يقدر يصفي في الداخل. الحصه التصفيه مجانيا فعلا هي والماكينه وملحقاتها ويصفي ويمشي معي يخلص يسوى شنو تتكفل بنقطك الشؤون الاجتماعيه والله كنا. طبعا الفحوصات اللي موجوده في الطب تنعطى له مجانا، والتلفزه اللي عاد في الطب معني من الامور وذيك قليله صراحه، معناها الامور اللي يستفاد هو منها على شكل الضمان اللي عنده. وطبعا هذه عمليه فيستيل فعلا تكلفتها 400 والله 500,000، والضمان اللي عنده توفر له منها 450,000 ويدفع هو 45,000 يغالب المقابل، هذه اللي مجحف عليه، ومن خلال هذا المنبر طالبين السلطات عنها تعرف عن هذول الناس ضعاف وعنها تعدلهم ضمانه 100%. إذن ما الدور الذي تقوم به الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني لصالح هؤلاء المرضى؟ الدور اللي تقوم به الجمعيات دور أساسي ولا يقدر نحصر. أولاً عن هذه الجمعيات شريك لهذه المرضى ويلجؤوا لها في جميع الحالات وفي كل الأوقات. أولاً قلت لك هاي الأجهزة اللي ما هي موجودة في الطب، العمليات اللي تنكتب لهم ما عندهم حال يعدلوها ما هو الجمعيات، الأدوية الشهرية والأدوية اللي ما تنقطع، لأنك تعرف المصاب بالفشل الكلوي في أغلب الحالات يعود مصاب بالضغط الدم ومصاب بالسكري، لأن هذا من الأسباب اللي تؤدي الفشل الكلوي، بالتالي هذه الأدوية كاملة تلحق الواحد عنده أدوية تجاوز الأردناص الواحد 35,000 و30,000 وهذه صعيبة، وهذا هو دور الجمعيات. بالاضافه قلت لك لتعداد الفحوصات اللي واعرين كيف تلعب الانكولوجيا وبالاصابه، بالاضافه لهذه العمليات وتوفير هذه الاجهزه. واضح. اذا محمد لطالب الامين عضو تجمع الجمعيات الداعمه لمرضى الفشل الكلوي، شكرا جزيلا لك. مرحبا، شكرا لكم.